وأن آدم أهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما وترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذوا أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وهو أصدق القائلين. سيدتي أوانسي سادتي، الآن مع النشيد الوطني المغربي وأطلب من الجميع أن يقف احتراما لهذا للراية الوطنية. قبل أن ننتقل إلى الفقرة الموالية لا بد من أن أقدم لحضراتكم كافة المشاركين في هذه المسابقة الثقافية الميمونة. المسابقة ستشارك فيها 8 مؤسسات تعليمية بمنطقة غرامة، أي بجماعتي غرامة وكير، مجموعة مدارس سيدي ويناني، صفات حرار هذه المجموعة المدرسية ولسكان تلك المنطقة الجبلية. التلميذ عزوز عزيز. التلميذ مجموعة مدارس سيدي الزكيين إيهام الزياني دوق محمد، مجموعة مدارس الحوزة عمراني عبد العالي حمزة الحديد عزيز حمزة، مجموعة مدارس عايز سعيد عمر وهي المؤسسة التي تستقبلنا اليوم حرية قرجوح، حرية قرجوح الحفيظ الشعيبي، عبد الحفيظ الشعيبي، مدرسة وادي الذهب إبراهيمي محمد أمين منار أيت بخشو مدرسة واحد كير
نسو زكريا أسامة زكوى جماعة مدارس بن زيدون إلهام بعلي بدر الدين أزروان جماعة مدارس جيز الأسفل من نحا وميمة سنو عيسى راجي الآن أعضاء لجنة التشكيل والخاصة بتجويد القرآن الكريم الفقيه العلامة الأستاذ عمر عزيز الأستاذ مدير مجموعة مدارس بن زيدون محمدين عمري وتقديم هذه المسابقة لعبد ربه الحسين السعيد. سيدتي أوليسي سادتي كلمة إدارة مجموعة مدارس أيت سعيد عمر يلقيها الأستاذ المحترم دينيس أسمان مدير المؤسسة. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سادة أعضاء جمعية تعاون المدرسي بإقليم ميدان سيداتي وسادتي أطر التربية والتعليم أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات ضيوفنا الكرام أيها الحضور الكريم يشرفني في هذا اليوم الأغر أن أرحب بكم جميعا راجيا من الباري جل وعلا أن تقضوا لحظات مريحة في رحاب مؤسستنا الفتية وذلك في إطار تنافسي ثقافي بريء يروم تحفيز ناشئتنا وتشجيعها على مزيد من البذل والعطاء. إن لقاءنا سيدتي أوانسي سادتي ما هو في الواقع إلا تجسيد للأهداف النبيلة التي تتوخى تحقيقها منظومة التربية والتعليم والمتمثلة أساسا في الوصول إلى تربية حديثة تعتمد على منافسة شريفة ذات عمق مجتمعي فعال وهادف. مرحبا بكم مرة أخرى وشكرا لكل الذين ساهموا من قريب أو بعيد في تنظيم حفلنا التربوي والله الموفق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما دمنا في مجموعة مدارس أيت سعيد عمر لا بد أن نبلي بشهادة أمام الله وأمام العباد وهي أن جمعية أيت سعيد عمر لها الفضل كل الفضل في خلق هذه المؤسسة التعليمية فلولا هذه الجمعية لما تواجدنا كلنا في رحاب هذه المؤسسة. جمعية أيت سعيد عمر إذن نصفق لها بحرارة كما نصفق كذلك للجماعة السلالية للقصر الكبير قرامة التي منحت البقعة الأرضية التي شهدت عليها هذه الأقسام. وأحيي بحرارة السيد أحمد حسرسة وأشد على يديه بكل صدق وبدون أي خلفية من الخلفيات لأنه هو الذي ضحى بالغالي والنفيس من أجل خلق هذه المؤسسة. أترك له الكلمة. بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسولنا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها السادة الكرام، باسم جمعية أيس سعيد عمر للتنمية والأعمال الخيرية، نريد أن نشكر السيد مدير مجموعة مدارس أيس سعيد عمر والسادة الحاضرين بهذه المناسبة التي تعد بمثابة أول نشاط من نوعه نحضره في هذه المؤسسة التربوية المحدثة مؤخرا، والتي نريد وبعد إذن من السيد المدير والسيد رئيس جمعية الآباء والأولياء السيد عزيز فالح أن نحيطكم علما بما قامت به جمعية أيس سعيد عمر لصالح هذه المؤسسة. أولا وقبل كل شيء، بزغت هذه المجموعة المدرسية في منزل المسجد بقصر أيس سعيد عمر، وذلك بتاريخ 16/9/2001، وكانت وقتها تابعة لمجموعة مدارس الحوزة بتقرير. كما قامت الجمعية بكل ما يجب حتى تمكنت من الحصول على بناية من نيابة راشدية، وبفضل الله تم تشييدها بهذه البقعة التي نتواجد فيها الآن رغم معارضة بعض الأطراف لهذا المخترع. وفي نفس الوقت كان الفوج الأول يتابع دراسته في منزل المسجد بأسجد عمر، وكلما أتيحت لنا الفرصة قمنا وبمعية أساتذة هذه المؤسسة بتوعية آباء وأولياء التلاميذ بضرورة تسجيل أبنائهم في هذه المدرسة، وأيضا تعرضنا للانتقادات، وهذه المرة من طرف بعض أساتذة يعملون بالمدرسة المجاورة، لكن واصلنا جهدنا ولله الحمد حتى بلغت عدد التلاميذ مستوى غير منتظر، واضطرت النيابة الإقليمية بالرشيدية ببناء حجرة أخرى ثم ثالثة. كما قامت الجمعية ببناء حجرة أخرى خارج الحائط الوقائي للمدرسة، وتم وضعها على إشارة النيابة الإقليمية بندال لفك الخصاص الذي تشهده المؤسسة وقتها. وخلال المدة الأخيرة وبتنسيق مع جمعية الرمختان تم بناء المرافق الصحية، غير أنها لم تكتمل، وذلك نظرا للقصير في التمويل الذي حصلنا عليه من طرف جمعية أصدقاء المدرسة بالبيضاء. كما لا يفوتني أن أقدم الشكر الجزيل لقبيلة أيس سعيد عمر وقبيلة القصر الكبير بما قدمت لهذه المؤسسة من غلاف مالي يقدر بما يناهز أكثر من 14,000 درهم، ثم بفضلها بناء حجرة دراسية جديدة ترونها أمامكم. وكلنا أمل أن يساهم كل واحد لجهته على قدر استطاعته لنرفع من مستوى هذه المدرسة، وأمامنا مشروعين اثنين وهما توسيع مساحة المؤسسة لتشمل حجرة جمعية أيس سعيد عمر والمرافق الصحية، وأيضا شق الطريق بعرض 6 أمتار اتجاه الطريق الرئيسية. وفي الأخير اسمحوا لي على هذه المداخلة وأجدد الشكر للسيد مدير مجموعة أيس سعيد عمر والسادة الحاضرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بدوري أود أن أتقدم بالشكر الجزيل للجنة النيابية التي أفادها سيادة النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية لتشاركنا هذا الحفل، وأترك الكلمة للسيد رئيس جمعية تنمية التعاون المدرسي بنيابة إقليم ميدان. السلام عليكم. الحمد لله، باسم جمعية تنمية التعاون المدرسي لإقليم ميدان أحيي السيد رئيس الحوض المحتضن للمسابقة، كما أشكر جميع المتعاونين الكبار والمتعاونين الصغار، وأرجو أن تمر هذه المسابقة في جو يسوده الإخاء والاحترام، وشكرا للجميع.